بعد ثورة يناير استطعنا احنا نتواصل مع عديد من المسؤولين محافظ القاهرة السابع عبد الوهاب خليفة من بعده الدكتور أسامة كمال وعدد من الوزراء والمسؤولين ونجحنا فعلا ان احنا نحصل على وعد وصواريخ منهم ان احنا هيبنوا لنا على جزء من مساحة الأرض واستطاعت حكومة الدكتور هشام المدير فعلا انها تتواصل مع المستثمرين الرئيسيين خارج مصر وتواصلوا معهم ان هيعملوا شركة محاصة ما بين الملاك الأصليين الشركات الكبيرة وما بين الأهالي المنطقة على قد ايه؟ يعني نستفيد بجزء من مساحه الارض في مقابل ان هم يقيموا مشروع عفوا. ولكن بعد ثوره يناير حدوث اضطرابات على ارض مصر وتغيير الوزراء يبدو ان محافظ القاهره ويبدو ان الحديث العمراني ويبدو ان المسؤولين قد دخلوا علينا بجزء من ارضنا وتاريخنا. كل احنا ما بنشوفش حاجه غير وعود في الجرايد او التلفزيون. مفيش حاجه بتحصل غير كده كبيرنا ان احنا جماعه بنشوف مشروعنا في طول مثلث ماسفيرو هيحصل بنشوفه في التلفزيون بس ما بنشوفش حاجه غير كده. احنا نفسنا بجد ان احنا نشوف مشروعنا بيتحقق على ارض الواقع. بنتمنى من الدكتوره ليلى اسكندر ان هي فعلا يعني انسانه كانسانه مش بتكلم عليها كوزيره مسانده مشروعنا. وطبعا وبشكر الباشمهندس احمد سعد اللي موجود معانا بشكر الاستاذ محمد عبد العظيم على دوره القانوني معانا ومسندته القانونيه معانا والاستاذ عمرو ديه والاستاذ ياسر ياسين ومجموعه العمل كلها. بس احنا بجد نفسنا في الفتره اللي جايه حد يحس بينا يا جماعه. انا مش عارف اوصف اكتر من كده ايه لان احنا تعبنا. المفروض البيوت اللي تعبنا دي مش مستحمله كل سنه وكل شتاء بيت بيقع من المطر واحنا مش السبب. اقسم بالله مش احنا السبب ان نوصل بيوتنا كده. هو لان لو كانوا مدينا فرصه ننكس بيوتنا او نرممها ما كانش البيوت وصلت للحاله دي.